السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، معكم سالم ماسي في برنامجكم برنامج المهم الأسبوعي. الموضوع المهم الذي يمس الشارع الموصلي هو توسعة المدينة، ازدياد أسعار العقارات وزيادة أسعار الإيجارات، مما حث المسؤولين للتفكير بتوسعة المدينة. سنلتقي بعض المسؤولين وسوف نتعرف على كيفية هذه التوسعة، تعالوا معنا. ملف توسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل من أولويات برنامج الحكومة المحلية كما صرحتم قبل أيام، من أين ستكون التوسعة؟ من جميع الاتجاهات أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعرف أن التصميم الأساسي لمدينة الموصل مستنفذ منذ عام 2000، والتصميم الأساسي هو قانون المدينة، هو الذي يحدد استعمالات القطع سواء سكنية تجارية ترفيهية وكذلك باقي الاستعمالات، وبالتالي نحن نحتاج إلى هذا المشروع المهم الذي نعتقد أنه هو المشروع الحقيقي الذي سيوفر أراضي لأهالي مدينة الموصل لمدة 25 عاماً. هذا المشروع هو من ضمن أولويات الحكومة المحلية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم التوقيع مع أحد الشركات العالمية لمشروع توسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل وفي مختلف الاتجاهات، ويكون التركيز على المنطقة الغربية أكثر حتى لأن مناطق مفتوحة ولا توجد فيها مشاكل إدارية أو فنية، وسنوفر بحدود 160 ألف دونم لمدينة الموصل التي من شأنها السير بنينوى والموصل بخطة تنموية حقيقية للأمام. شنو رأيك كمواطن موصلي بتوسعة المدينة؟ والله المحافظة لازم تتوسع شوية، يعني ايش هسه احنا يصير يعني عائلة واحدة قاعدة بغرفة واحدة ما يصير، يعني هسه كشعب موصلي لازم تتوسع. أول شيء البناء يكثر، الإيجارات تصير يعني رخيصة، هسه تشوف الشعب محصور بالموصل، ماكو يعني محصورين حصر بداخل الموصل، أريد توسعة، أريد الموصل تكبر، نطلع نشوف، هسه ماكو يعني المنطقة محصورة. يعني بناء مجمعات سكنية، بناء هي أهم شيء، هاي بناء مجمعات سكنية هاي أهم فقرة يعني بالحياة، يعني حتى بأربع أطراف الموصل، يعني بالأيمن الأيمن الأيسر أي مكان، إحنا المهم نريد مجمعات مفتوحة، لازم لازم يكون بيها خدمات، لازم يكون بيها خدمات. ليش هاي المحافظات الخارج يعني شنو أحسن منا؟ إحنا نريد نصير نفسهم. راح نلتقي بالسيد عبد الستار الحبو مدير بلدية الموصل. طبعا هنالك بعض الأسئلة حول توسعة المدينة. توسعة المدينة، الملف توسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل من أولويات برنامج الحكومة المحلية كما صرح المحافظ قبل أيام. أين ستكون التوسعة، من جميع الجهات أم من جهة واحدة؟ شكرا جزيلا، تحية لقناة الموصلية ولمشاهدي قناة الموصلية أبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى ولكل العراقيين، ولكن أخص فيها أبناء مدينة الموصل كونها قناة المواطن الموصلي. طبعا موضوع التوسعة مشروع أطلق من قبل السيد محافظ نينوى منذ استلامه للمنصب، واليوم نحن عاملين عليه، والمشروع قيد الإحالة، وإن شاء الله خلال أيام قريبة يعني في هذا الأسبوع إن شاء الله يحال المشروع وتباشر اللجان بأعمال التوسعة. التوسعة راح تكون تشمل جميع حدود مدينة الموصل من جميع الاتجاهات، تتفاوت بين أخرى حسب الواقع الجغرافي والطبوغرافي للمدينة. فمثلا هنالك بعض الجهات قد تكون ملاصقة لبعض القرى أو بعض الوحدات الإدارية،
تعتمد، هنا 7 كيلومترات، هنا 3، ولكن المشروع مستمر وإن شاء الله ينفذ قريبا. جنابك كمواطن موصلي، شنو رأيك لنوسع المدينة؟ والحكومة اليوم يعني أقامت اجتماعات عديدة من أجل توسعة المدينة، شنو رأيك؟ والله هي مصالح الكل، إذا توسعت المدينة حتى الأجارات ترخص والناس تقدر تشتري قيعان وتعمر. هسه أنا أكثر العوائل 3-4 عوائل ناس فوق ناس، والقيعان صايرة غالية، وتوسعت المدينة هم يفض ازدحامات وخف الازدحام والناس ترتاح. يعني اللي عنده أولاد يعني 3 متزوجين بالبيت يشتري له قطعة أرض يعمر، والتوسعة يعني حياة زين للمدينة. ما ملف توسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل من أولويات برنامج الحكومة المحلية كما صرح المحافظ قبل أيام. من أين سيكون التوسعة؟ من جميع الجهات أم من جهة واحدة؟ وما هو رأيكم ودوركم كمديرية التخطيط العمراني في هذه التوسعة؟ وهل لديكم تعاون مع نقابة المهندسين والدوائر المعنية؟ في البداية أحب أن أشكر قناة الموصلية لإتاحة الفرصة للكلام عن هذا الموضوع. حقيقة هو هذا الموضوع فعلا هو الموضوع الشاغل الأساسي والموضوع الذي أخذ الكثير من الوقت وأخذ الكثير من الجهد، ولكن بدعم الحكومة المحلية الحالية وعرضها السيد المحافظ المحترم أستاذ عبد القادر الدخيل، حاليا نحن وصلنا إلى بداية انطلاقنا للمشروع إن شاء الله خلال الأيام القادمة. المشروع قد لا يفهمه الكثيرون من الناس ما هو المقصود بالتوسعة واتجاهاتها وكيف ستكون التوسعة. هي لا يوجد مشروع اسمه التوسعة، المشروع هو تحديث للتصميم وتوسعته وفق القانون. هذا هو المنطلق الكامل للمشروع، لأنه الكل يعلم أن مدينة الموصل والتي لها تصميم الأساسي وعد من 70s قد استنفذ منذ أكثر من 22 سنة، ولكن الحمد لله في هذه الفترة نحن بدأنا نعمل مع الحكومة المحلية لغرض المباشر بالمشروع ليتم تحديث كل ما موجود في الداخل. نحن نتكلم عن التصميم اللي عد قديما يتطلب إلى تحديث، هناك متغيرات طرأت كثيرة على الأرض، هناك مشاريع أضيفت وهناك أراضي وزعت وهناك الكثير من المتغيرات خلال 45 سنة الأربعينيات إلى حد لغاية هذا اليوم. هذه الأمور يتم تجميعها بشكل واحد اللي هو التصميم الأساسي الجديد اللي سيكون منطلقنا منذ هذه السنة، ولل 25 سنة القادمة إن شاء الله سيكون هدفنا نحقق ما مضمون بداخله. حجي شنو رأيك بالتوسعة؟ نوسع المدينة؟ نعم. يعني هسه حاليا المتر كل مكان غالي. نعم. والإيجارات غالية وأسعار العقارات غالية. نعم. شنو رأيك لو نوسع المدينة؟ والله هذا يعني شيء يدعي يعني شيء زين، وتوسع المدينة يعني ما يقدر يشتري أرض، يعني يقدر يشتري أرض هسه. الأسعار كل العالم قاعدة إيجارات بالهذا يدفع 200-250، أنا من العالم أصور قاعدة إيجار أدفع إيجار يعني. شلون نوسع المدينة؟ نبني مجمعات سكنية؟ اي والله بعد احسن اذا صير مجمعات سكنية وشي مناسب زين والله. اي يعني بكل اطراف الموصل. اي نعم اطراف الموصل نعم. كلها مو جهة واحدة، مثلا هاي جهة تندفع شوية لقاضي جهة الشلالات. إذا سنلتقي رئيس مجلس نقابة المهندسين العراقية فرع نينوى السيد وليد سعدي حسين. طبعا سيادتك تعرف يعني مسبقا أنه التوسعة مطلوبة بسبب
الزخم الحاصل في داخل المدينة، يعني هنالك أماكن وصلت الأمتار إلى 4-5 ملايين. يعني المدينة تحتاج إلى التوسعة من أولويات برنامج الحكومة المحلية كما صرح المحافظ، ماذا تقول بهذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة الموصلية وللمشاهدين جميعا. بالنسبة للتوسعة أنا سامع عنها أكثر من 25 سنة على موضوع التوسعة، وكل مرة في بين فترة وفترة تتحرك وتهمل. حاليا بصراحة بدأ تحرك عليها من قبل السيد المحافظ المحترم الأستاذ عبد القادر الدخيل، واللي سمعناه أنه تمت الموافقات على توسعة حول الموصل بمسافة 7 كيلومتر من كافة الأطراف، وإن شاء الله يتم هذا الموضوع. وعلى الذي تصرح به سيد المحافظ أنه سوف تعرض على شركات عالمية لدراستها وتقديم المخططات المطلوبة منها. اثنين، هذا الموضوع إذا تم إن شاء الله، وإن شاء الله يتم، يكون راح يخفف الزخم السكاني الموجود داخل المدينة وخصوصا في الساحل الأيسر. نعم. نتمنى أن يتم هذا الموضوع إن شاء الله بأقرب فرصة. ماذا عن المشاكل السياسية التي تعترض تنفيذ مشروع توسيع حدود الموصل من الجهة الشرقية؟ هل انتهت؟ وخاصة أن الموصل بحاجة إلى إنهاء أزمة السكن. بصراحة هناك فجوة كبيرة في أزمة السكن، نحتاج إلى 350 ألف وحدة سكنية لسد العجز الحاصل في الوحدات السكنية، وإن شاء الله من خلال علاقتنا مع كل الجهات وكل الأطراف قادرين على التغلب على المشاكل السياسية حتى يمضي مشروع التصميم الأساسي للأمام. في أربيل أو في دهوك بانين مجمعات سكنية، يعني البيوت اللي بالداخل رخصة، البيوت اللي بالداخل رخصة. أصحاني عندنا الإيجارات، يعني لسع العامل اليوميته 25 ألف، شيله حق إيجار، شيله حق مصرف، يعني لسع أقل إيجار 200-250 ألف. يعني العامل مين يجيب؟ العامل مين يجيب؟ هي يوميته تعشيه 25 ألف. أريد يفتحون مجال من هي توسعة. أول شيء الإيجارات ترخص، الشغل يكثر، عمال الساعة كثير عمال قاعدة، والله هاي صار العمال أكثر فوق الشهر شهرين، الشغل متوقف بداخل الموصل ماكو شغل. فإحنا نطالب السيد المحافظ بأن يفتحون التوسعة. أي والله ماذا عن المشاكل السياسية التي تعترض تنفيذ مشروع توسيع حدود الموصل من الجهة الشرقية؟ هل انتهت؟ وخاصة أن الموصل بحاجة إلى حل مشكلة أزمة السكن. طبعا احنا كمواطنين وكمؤسس موظفي دولة وكسياسيين كلنا نعمل تحت قانون الدولة العراقية. القانون اليوم لا يستطيع أي مواطن أو أي جهة إيقاف هذا القانون. المشروع هو لا يؤثر على المواطنين، بالعكس سيقدم فائدة لكل المواطنين سواء جهة شرقية غربية شمالية جنوبية، يعمل لفائدتهم الكل. وكثير من المواطنين يتوقعون أن عملية التوسيع هي عملية أخذ أراضي العائدة للمواطنين، هي ليست أخذ أراضي، هي فقط تحديد النشاطات التي تنفذ في هذه الأراضي، وبالعكس سيرفع من قيمة الأراضي. حتى اليوم يعني باستثناء المستعد، يعني ما يكتب كان في سابقا في صفحات التواصل أو في الإعلام، ولكن شيء رسمي لا يوجد ممانعة أو معارضة. ومع ذلك التصميم الأساسي عندما ينتهي يتم إعلانه، ومن لديه حق الاعتراض يعترض خلال مدة، سيعلن التصميم الأساسي لمدة شهرين. خلال هذه 60 يوم أي مواطن له حق يعترض على التصميم إذا كان لا يلبي فائدة له أو يسبب ضرر له،
فبإمكان المواطنين في ذلك الوقت من لديه اعتراض يقدم اعتراض بالطرق القانونية. ماذا عن الإجراءات الإدارية؟ هل هي قيد الإكمال بين الحكومة المحلية ووزارة الإسكان وبعدها يتم تنفيذ خطة التوسع؟ نحن كمحافظة مستكملين كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، ومثل ما ذكرت لك خلال أيام يحال المشروع بصورة نهائية وتبدأ الشركة بأعمال المسح والتصميم. بالمناسبة هو ليس فقط توسع، هو توسع وتحديث للتصميم الأساسي داخل مدينة الموصل. مثل ما تعرف يعرف مواطننا الكريم التصميم الأساسي هو قديم منذ 73، هنالك أحياء أصبحت تجارية، هنالك شوارع أصبحت تجارية بعدها كانت سكنية. اليوم يتطلب تحديث وتحديث هذه الشوارع. اليوم الشارع السكني لا يمكن له الحرية، مثلا لدينا شوارع كثيرة، شارع حي الضباط، شارع المهندسين، شوارع المثنى، كثير من الشوارع هي سكنية بالأساس، حاليا دا تمارس نشاط تجاري. عملية التحديث هي إعادة ترتيب إعادة ترتيب وتنظيم المدينة. نعم. نوسع المدينة حتى أقله الأسعار الأراضي تنخفض. بالضبط. بالضبط. إذا توسعت المدينة أسعار القاعدة ب 25 مليون، توسعت المدينة تصير ب 12، تصير ب 10، المواطن يقدر يشتري. أما هسه ناس فوق ناس، صار زخم، وخاصة أهل القرى والأرياف كلهم جوا على المدينة وصار ازدحام بها. يعني هسه أنا أكثر القرى فارغة، قرى فارغة اليوم، الحظر وما الحظر كلها وين اتجهت على المدينة، فصار زخم بها. يعني حتى السيارات تسعى شوفوا الشوارع، شوفها مكدسة السيارات، يعني حتى ما تاخذ الشوارع، ما تاخذ السيارات. فالتوسعة والله تصالح المواطنين وتصالح الكل، وان شاء الله توسع المدينة بجهود الخيرين، وان شاء الله الكل يوافقون على الشيء هذا ومصالح المجتمع. ماذا عن المشاكل السياسية التي تعترض تنفيذ مشروع توسيع حدود الموصل من الجهة الشرقية؟ هل انتهت، وخاصة الموصل بحاجة إلى إنهاء أزمة السكن؟ بالنسبة للتأثير السياسي، نحن دائرة حكومية تخطيطية، نعمل بشكل منعزل عن الأمور السياسية. الأمور السياسية في الكثير من الأحيان لا تؤثر على عملنا، لأن أي جهة تعترض على مشاريع مثل هكذا، مشاريع تخطيطية ودراسات، هنالك مدة قانونية متاحة بموجب القانون تحق لأي جهة تعترض لو كان أكو اعتراض والاعتراض مبرر. التدخلات السياسية بصراحة أنا لحد الآن سمعت الكثير في الشارع عن هذا الموضوع، ولكن حقيقة لم يكن هناك أي تأثير سياسي سلبي على عملنا. والدليل انطلاقنا بشكل سريع جدا خلال هذه الفترة، ثم أنه مثل هكذا مشاريع لا يوجد عليه مؤثرات سلبية، فقط مؤثرات إيجابية. لكل شخص يمتلك أرض في داخل التصميم أو خارج التصميم، وخاصة الأراضي اللي واقع خارج التصميم التي ستشملها منطقة التوسع، سترتفع قيمة الأرض. نحن لا نقوم بطرد الناس من أراضيهم، بالعكس سنتيح للمواطن حق الاستفادة من الأرض الذي يمتلكها بما يحقق له أرباح وإيرادات ترفع من المستوى الاقتصادي للناس وللمدينة على حد سواء. إذن راح نلتقي بمواطن آخر، برأيك أنت شنو رأيك بتوسعة المدينة؟ والله يا لازم نوسع المدينة ونشد على المسؤولين ونقول لهم نريد نوسع، خاصة بالجانب الأيسر، لأن حتى الإيجارات شوية تقل والمواطن يعيش بسلام، والمواد اللي شايه بك يا علوان ينزلنية شوية، حتى المواطن يقدر يبني، يقدر نتوسع على 7 كيلو ويحس بالأمان. ونريد المواد الإنشائية هم شوية نزل من سعرها حتى يقدر الفقير يبني، يعني نسوي مجمعات سكنية. مجمعات سكنية فكرة حلوة طبعا، يعني حتى تقل الإيجارات والأمور تسهل شوية، وجانب أيسر يتوسع كذلك. والسبعة كيلو نذكر ونقول يا ريت يفتح لنا مجال للسبعة كيلو حتى نقدر نبني ويتوسع الجانب الأيسر.
برأيك استاذ، يعني كونك رئيس نقابة المهندسين، يعني هل التوسعة المشاريع المقدمة حاليا هل ستستفيد منها المدينة، مثلا بناء مجمعات سكنية، او وهذه المجمعات ايضا تحتاج الى خدمات؟ ايضا هنالك موضوع الاستثمار، يعني السيد المحافظ وايضا السيد مدير بلدية اكدوا على الاستثمار، يعني هل ترى طريق الاستثمار بالنسبة للسبعة كيلو يعني طريق سالك لو هنالك عثرات؟ والله العثرات تابعة للدولة، إذا الدولة تسهل المأمورية للمستثمرين الأمور تمشي، وإذا على وضع الحالي والله ما تمشي. الاستثمار احنا ذكرتونه في مقابلة سابقة مع قناتكم أنه في الإقليم المعاملة ما تطول إلا أسبوعين ثلاثة، خلي شهر، احنا طولنا سنتين ثلاثة وبعدين في بعض الأحيان الثمر ينهزم من المعاملة من الإجراءات والتعقيدات الموجودة. فإذا يلجؤون إلى طريقة التسهيل للمستثمر يكون مستثمر على مستوى عالي، لا يكون مستثمرين من نوع الضعاف يجون يستفادون من العمل، ولا طبعا من تتوسع المدينة وتكون أراضي موجودة نعم يعملوها مثل الدول المجاورة. دول المجاورة كلهم عندهم خارج المدن مدن صغيرة، يعني بيها دوائر مستقلة، بلديات مستقلة، تربية مستقلة، تخفف العبء، ولا مستحيل بلا عمل مدن صغيرة خارج المدينة قريبة منها. كيف سيكون التصميم الإضافي؟ هل سيكون عصريا بما يضمن الحفاظ على هوية الموصل الحضارية والتاريخية؟ الكل يعرف أن الموصل هي مدينة مدنية فيها تاريخ وحضارة، سنجعل من التصميم الأساسي أيقونة حقيقية حتى يكون هناك، هذا التصميم هو امتداد حقيقي لتاريخ وأرث مدينة الموصل التي تمتد إلى آلاف السنين. مشاكل في موضوع التوسعة، كيف سيتم التعامل مع الجهة الجنوبية التي فيها مكان اللي يعني أماكن فيها نفط وأيضا أماكن فيها مثلا التمر الصحي الموجود بأيمن الموصل، هكذا كيف راح نتعامل ويا هذه المجالات؟ يعني بعض المناطق فيها يعني مثل ما ذكرت لك يعتمد عملية التوسع على الظروف البيئية المحيطة بالتصميم، فلذلك مثل ذكرت لك هو ليس 7 كيلو، قد يكون 3 كيلو وقد يكون 10 كيلو في بعض المناطق، ولكن أعلى حد ممكن التوسع فيه 7 كيلو. هنالك مكامن نفطية في المناطق الجنوبية جنوب مدينة الموصل قد لا يصلها التوسع، يعني قد تكون خارج منطقة التوسع، وأما في المنطقة الغربية حتى منطقة التمر الصحي هي خارج حدود التصميم وخارج التوسع، فإن شاء الله تراعى كل هذه. أنا مثل ما ذكرت لك التصميم عندما تأخذ المعلومات، يعني كثير من المواطنين لا يعلمون ما هو توسع التصميم. توسع التصميم هو ليس أن تقوم البلدية أو التخت العمراني أو المحافظة برسم حدود وذكرت، التصميم يعتمد على المسح الحقيقي. هنالك شركات راح تقوم بأعمال المسح وتثبيت واقع الحال، قد تكون في بعض المناطق معامل، قد تكون حقول دواجن، قد تكون مصافي نفط، إذا كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، إضافة إلى النشاطات المستقبلية كلها يعني يمكن معالجتها، وحتى اعتراض المواطنين أو أي جهة سواء كانت سياسية إدارية يؤخذ بنظر اعتبار هذه الاعتراضات وتدرس من قبل اللجنة وتعالج. تمام. اليوم كان لديكم اجتماع مع السيد المحافظ، يعني ما هي أهم التوصيات التي خرجتم بها؟ المباشر يعني الانتهاء فورا من إحالة موضوع التصميم الأساسي، المباشرة بالشركات المتخصصة لإعمار الواجهة النهرية لمدينة الموصل، إضافة إلى تطوير الجزء الكورنيش الآخر المقترح وهو من الجزء الخامس إلى الجزء الثالث، ومتابعة الأعمال المتلكية لبعض الدوائر التي تسببت بها بعض الشركات لبعض الدوائر. كيف سيكون التصميم الإضافي؟ هل سيكون عصرياً وبما يضمن الحفاظ على هوية الموصل الحضارية والتاريخية؟
بالتأكيد طبعا هذه من أهم النقاط الثوابت وليست نقاط الثوابت التي نعمل عليها. نحن إن لم نعد تصميم مع أو نختار الشركة الملائمة أو المناسبة التي تضمن لنا أن التصميم الذي ينجز سيديم للمدينة هويتها. احنا لا نقول سيعيد هويتها، هوية المدينة موجودة، سيدين المدينة هويتها وستبقى مدينة الموصل من الثوابت الأساسية لدينا. لدينا معايير وثوابت تم وضعها في البداية وشروط ومواصفات، هذه الشروط اللي طلعت عليها الشركات العالمية والتي على أساسها تنافس وتقدمت للغرض المباشرة بتنفيذ المشروع. دوركم أنتم كنقابة مهندسين في مجال هذا التوسع، هل لديكم اجتماعات يعني؟ والله المهندسين احنا كنا موجودين والمهندسين كلهم بالدوائر موجودين متواجدين، من يطلب عمل من عندنا احنا حاضرين ومستعدين لدعمهم ومساعدتهم وتوجيههم على الجهات المتخصصة بهذه المواضيع. احنا موجودين، كنا المهندسين كثيرين احنا موجودين وزملائنا كلهم بالدوائر بالبلدية وبلديات ومحافظة وجامعة في كل الأماكن، في الاستثمار، في الماء، المجاري، الطرق، كل مهندسينا موجودين معنا بالنقابة، كتلة واحدة احنا. كيف سيتم التعامل مع الجهة الجنوبية التي فيها مكامن نفطية او يعني اماكن نفطية، والجهة الغربية نصفها ملوث بالإشعاعات حسب خبراء البيئة؟ ان شاء الله التصميم سيحال الى شركة عالمية رصينة متخصصة في مجال توسيع التصميم الأساسي وإنشاء التصاميم الأساسية. سيتم الأخذ بنظر اعتبار كل هذه المحددات وستكون منطلق حقيقي من أجل خلق تنمية حقيقية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الزراعات التحويلية، السكن، الصحة، التربية، السياحة، وكذلك ملف الطاقة. اليوم بالنسبة لنا كتوسعة يعني ذكرنا أنه هنالك نية للاستثمار، الاستثمار هل هنالك تسهيلات للمستثمر؟ يعني هنالك عقبات كثيرة حسب ما سمعنا لهذا المستثمر الذي ربما يريد أن يستثمر بهاي السبع كيلوات. نعم. يعني أكو يعني أنت مواطن وتمتلك أرض وأصبحت داخل من حقك أنت كمواطن تستثمرها، و بالعكس حاليا إدارة الاستثمار تحاول تسهل، إضافة إلى دعم رئاسة الوزراء ودولة رئيس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي تسهيل عملية الاستثمار. الاستثمار باعتبار القطاع الخاص هو مساهم ومكمل للدولة، يعني أفضل أنا في رأيي كإدارة محلية أفضل داعم للإعمار هو الاستثمار. لذلك عندما نذكر توسع التصميم حضرتك مثل ما ذكرت لك أعطيك مثالا، اليوم لو أنت تمتلك أرض وتصميمها سكني أو تجاري وأصبحت ضمن التوسع التصميم بهذا الحال، أنت كمواطن تستثمر أرضك وإحنا كدوائر نمشي لك إياها وبالعكس. لذلك أنا أذكر أنه عملية التوسع في التصميم وتحديث التصميم هي لرفع يعني قيمة الأراضي لأصحابها اللي كانت يعني أسعارها يعني كزراعية قليل، ولكن اليوم مع التصميم راح يكون أسعارها وبالتالي يعود بالفائدة إلى المواطن. يعني الدولة ما راح تفكر هي بالفائدة أو تضع إيدها على الأرض، بالعكس هي الفائدة للمواطن. طيب نأتي إلى الجانب الخدمي، يعني هذه التوسعة تشمل مثلا بناء مثلا عدة معامل والتمر الصحي، هل سيبقى في مكانه أم سنجد يعني حلولا اخرى؟ لان قبل فتره شاهدنا التمر الصحي يعني
مكان وادي فيه طمر النفايات وتدفن. نعم. ولكن هنالك لا توجد رقابة مثلا من قبل الجهة المعنية اللي موجودة كبلدية بيئة صحة. نعم. يعني وجدنا كثير من الأطفال يعني ربما هؤلاء الأطفال سينقلون الأمراض إلى الداخل وربما تكون العاقبة سيئة بالنسبة لي. راح أتكلم بصراحة يعني هو هذا الواقع الموجود في كثير من المدن العراقية، كثير من المواطنين يعيشون على جمع المواد وهذه ترتبط بعدة حالات. طبعا المنظور هو منظور اقتصادي وتوفير فرص عمل. اليوم لو كان هنالك مستثمر، واحنا دعونا اكثر من مرة ومن غير الدعوة طلبنا من الدولة بكتب رسمية بتخصيص مبالغ لغرض انشاء التمر الصحي الايمن والايسر كونه اصبح قريب المدن، وحاليا هم كررنا الطلب حديثا جدا وبتوقيع سيد المحافظ انه الوزارة التخطيط ووزارة المالية تخصيص مبالغ لغرض انشاء التمر الصحي. طبعا انشاء التمر الصحي نظامي تتبع عمليات إعادة تدوير لبعض المنتجات سواء الورقية سواء البلاستيكية الزجاجية المعدنية. اليوم المواطن كذلك يساهم في عملية معالجة هذه الظاهرة هي وجود الأطفال. اليوم صاحب المطعم لو يقوم بتقسيم النفايات الخارجة من المطعم قناني المعدنية اللي تخص المشروبات أو البلاستيكية تمعزها في داخل المطعم وداخل المحل، لم أحتاج هذا الطفل للبحث عنها في طبعا هي ثقافة. إذن هي عملية تعاون مشترك يعني بين المواطن والدولة. يعني كبلدية احنا يعني عرضنا أكثر من مرة موضوع التمر الصحي كاستثمار وما حصل لحد أن راغب، ولكن لا زال الموضوع مطروح في ذات الاستثمار، بإمكان أي مواطن يقدم على استثمار هذا المشروع وفيه عمليات فرز وعمل تدوير وهو منتوج اقتصادي كبير. يعني صراحة الصح هو طويل الأمد ولكن فيه مردود اقتصادي. صرحت قبل أيام بأن هنالك مشاكل في موضوع التوسعة، كيف سيتم التعامل مع الجهة الجنوبية التي فيها مكامن نفطية والجهة الغربية نصفها ملوث بالإشعاعات حسب خبراء البيئة؟ يعني لدينا مكان بإشعاعات ولدينا مكان آخر فيه مشاكل، كيف سيتم حل هالمشاكل؟ أنا أحب أوضح بس نقطة واحدة قد يكون هي فيها إجابة لجميع هكذا أسئلة. نعم. المقصود الكثير من الناس كان يظن أنه لما ذكرنا أنه التوسعة هي 7 كيلومتر كأنما المسألة أصبحت شبيهة بإقامة سياج على بعد 7 كيلومتر، هذه هي الموصل الجديدة وابنه بداخلها. خطأ، ليس هذا المعني. المعني وفق القانون، قانون إدارة البلديات، أنه أي شركة وحال نحل أي تصميم وعلى مستوى العالم كله هذه ثوابت، أي شركة يحق لها أن تدرس منطقة التوسع. يعني لما ذكرنا 7 كيلومتر المحيطة بمدينة الموصل، هذه سوف تدرس بشكل تفصيلي، سوف تؤشر المشاريع الاستثمارية، سوف تؤشر المشاريع المرخصة، تؤشر المخالفات، تؤشر التجاوزات، على أساسها يتم تحديد بأي اتجاه سيتم إضافة الفعاليات الجديدة أو إضافة الخدمات الجديدة لتلك المنطقة. وطبعا احنا نعرف لانه مدينة الموصل توسعت ونمت بشكل كبير جدا وصار بها اكتظاظ وخاصة في الجانب الايسر، فمعناها بديهيا سوف يتم استغلال الجزء يعني ما لا يقل عن 90% من منطقة التوسع التي يتيحها لنا القانون، اي ان الشركة تدرس 7 كيلو وليس اكثر، والقرار بعدين في المراحل الأخيرة في المراحل المتوسطة والأخيرة لما توضع السيناريوهات للتصميم الجديد سوف يتم خلال تحديد أي اتجاه ومسافة التوسع. قد يكون في أحد الأطراف كيلومتر واحد، وقد يكون 100 متر، وقد يكون في أطراف أخرى لا يوجد، وقد يكون في أطراف نستنفذ 7 كيلومتر. هذا كله يعتمد على البيانات والمعلومات والمسوحات التي سيتم الحصول عليها في المراحل الأولى من المشروع والتي ستبنى عليها القرارات المستقبلية لداخل مدينة الموصل والمنطقة التوسع.
وليس أنه مشروع يسمى مشروع توسعة المدينة. هذا مفهوم صراحة يعني مع الأسف هذا مفهوم خاطئ. توسعة المدينة مرتبطة بالمدينة الأصلية، لأن التوسعة هي استغلال الأراضي لفعاليات يوجد بها عجز داخل المدينة. مثلا أنا عندي عجز بالقطاع السكني، عندي عجز بالقطاع الصحي التربوي الصناعي الرياضي، أحاول أستغل هذه الأراضي التي ستكون متاحة وفق القانون اللي لتنفيذ مثل هكذا مشاريع، المشاريع الاستثمارية، يعني رفع المستوى الاقتصادي بالكامل. أنا لما أقصد رفع المستوى الاقتصادي معناها كل شبر هو راح يكون مهم، راح يتم استغلاله بالشكل المنطقي والعملي والعلمي أيضا، بما يؤمن مثل ما ذكرت هوية المدينة، وما يؤمن أنه تحقيق على الأقل إذا قدرنا نحقق 70-80% من سقف طموحاتنا أو استغلالنا أو سد العجز، نكون إحنا قد حققنا الهدف من هذا المشروع لل 25 سنة القادمة. نعم. برأيك ماذا ستستفيد المحافظة أو الشعب الموصلي من هذه التوسعة إذا ما أصبحت حيز التنفيذ؟ تستفيد طبعا إذا حلت أزمة السكن. هالأشعار اللي وصلت مبالغ فلكية، يعني أنا حاليا وذكرتها أصلا سابقا المتر وصل 2,000,000 في بعض المناطق في الموصل، يعني حي المهندسين ونرقاله 2,000,000 ما موجودة أصلا حتى بدول الخليج بالعالم، دبي ما موجودة الأرقام. وأسعار الدور وصلت مراحل لا يمكن أحد يشتري إلا الناس المتمكنين جدا، وهي عملية لازم تنتهي. يعني على ضوء ارتفعت الإيجارات، يعني راتب الموظف ما يتناسب مع إيجار 500 و600، الموظف الوسط العادي ما يقدر يدفع إيجارات بايل. إذا ما يصير توسع ودعم من الحكومة ودعم مجمعات وعن طريق العقاري وعن طريق الإسكان يعاونوهم، يعني صعبة. على الراتب يأخذون منه تسليف بلا نسبة، يأخذون منهم عمولة، يأخذون شيء مصاريف إدارية فقط، وليس حتى لا تترتب بموضوع الربا وما ربا، وإحنا ما نقبلها خصوصا يعني ما موجودة الفائدة، حرام. يجون يعملون يأخذون فد مبلغ للمصاريف الإدارية، والبقية تتقسط على 20-25 سنة، ومن الرواتب وتبشي الأمور تقل أوتوماتيكيا، من الطلب يقل العرض تنتهي الأمور، تنزل هي اوتوماتيكي تنزل. اما اذا انت تجي ارض ماكو متر، هسه عندنا ماكو متر اقل من 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 من, من يمكن 1,000,000 و3/4 مليون، ماكو حتى اذا بعيده يمكن 600,000. هاي نقطه. النقطه الاهم من هذا انه الساحل الايمن يجب ان يتحرك، ليش الزخم على الايسر كله؟ الساحل الايمن لحد الان تحركه بطيء، هو يشيل حمل من الايسر. يعني في بعض المناطق اللي قريبة بجانب الأيسر هنالك نعم. يعني ممكن ضمن الرقعة اللي تقومون بتوسعتها، يعني أبخرة ودخان كثيف، يعني هذا الدخان يتجه إلى المناطق الموجودة جانبي المدينة. احنا يعني مواضع بيئية كثيرة تعاني منها المدينة، حتى تتكلم بصراحة احنا ما تتكلم وردي، العمل لإعادة الاستقرار والإعمار والتطور في جهة، وهنالك كثير من الأمور الخانقة، مثلا وجود خانات الربط في المنطقة تسبب روائح كبيرة، عمليات حرق بعض النفايات على أطراف المدينة تسبب مشاكل كبيرة. وهنالك تحدي آخر كبير، هي عملية التوسعة، ليست التوسعة في السكن، يجب أن يكون توسعة للخدمات. كم يحتاج اليوم عندما تنشأ هذه المجمعات السكنية وحتى الجمعيات، كم تحتاج من مشاريع المياه، تحتاج كهرباء، تحتاج صحة. اليوم هذه التوسعة هي تشمل هذا الشيء، ولكن يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار
كم تحتاج من خدمات البلدية، كم كمية المياه، إذا نحتاج إلى تطوير مشاريع المياه، نحتاج إلى تطوير المنظومة الكهربائية التي هي بالأساس تعاني يعني حالنا حال البلد ككل يعني لا تكاد تكفي للطاقة الكهربائية، إذا نحتاج إلى طاقة كهربائية أخرى. يحتاج اليوم المواطن أحيانا يعاني في الوقود في الحصول على البنزين أو الغاز الأبيض، كلها يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عند التوسع، وهي التوسع هي توسع وحدات سكنية. هذه نقطة. النقطة المهمة الأخرى هي عملية تقديم الخدمة ليست بسهولة. اليوم البلدية تحتاج إلى آليات لهذه المناطق الحديثة. كثير من المواطنين يناشدوننا حول وجود تكسر، عدم وجود شوارع أو طينية أو آليات أو تنظيف، ولكن يكون إجابتنا لهم أنه هذه خارج حدود البلدية وخارج إدارة البلدية. إذن مع التوسع يجب توسع جميع الخدمات. هل تم تخصيص أموال للبدء بأهم المشاريع التي ضمن هذه التوسعة؟ موضوع المشروع التوسعة كم مبلغ للدراسة والتصميم مخصص وموجود في المحافظة. في نفس الوقت الفريق الهندسي والخدمي في مكتب دولة رئيس الوزراء اللي أطلقوا المناطق الزراعية اللي كانت غير مخدومة والتي لا كانت القانون لا يسمح لدوار البلدية في العمل فيها، هذا المشروع شمل محافظات جنوبية كجزء منها وشمل محافظة نينوى في عام 23. في عام 24 سوف يتم تحويل الموضوع إلى المحافظة. عملية تقديم الخدمات لهذه المناطق الزراعية المحيطة بالمدينة هي أحدى خطوات عند إدخال هذه الأحياء إلى المدينة. يجب أن تكون أحياء منظمة وليس على شكل قرى، يجب فتح شوارع، إيصال ماء، مجاري، وفعلا باشرنا بتسعة مناطق وبعدها باشرنا بسبعة، وكان هناك توقف فيها بناء اللجنة المركزية لأنها تحولت إلى المحافظة. خمسة ملايين نسمة في مدينة الموصل، طبعا عدد كبير من السكان وكثافة سكانية تحتاج إلى توسعة المدينة أكثر وأكثر. هنالك نية من الحكومة المحلية بالمضي قدما إلى هذه التوسعة التي ربما ستفتح آفاقا اقتصادية كبيرة بالنسبة لهذه المدينة. إذن بحسب السيد محافظ نينوى هنالك يعني اجتماعات مكثفة من أجل تنفيذ هذه التوسعة وتقديم من قبل المهندسين تقديم المشاريع حتى يستطيع الحكومة تنفيذها. السيد مدير بلدية الموصل يعني أشار إلى نقاط مهمة، أهمها هي التوسعة ليست فقط بإنشاء المجمعات السكنية وإنما إنشاء الدوائر الخدمية. حتى ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.